كما هذا السيد اللي كان يهضر معاك دار كان ينشط في الفلاحه، ولكن اليوم خسر مبالغ كبيره في الفلاحه. كان داير تربيه الدواجن خسر مبلغ كبير، الماء ما كان، الكهرباء ما كان. اليوم في حد في نهار اليوم في تاريخ 3 ولا 4 اليوم ماي راه يشري في السيترنا تاع الماء، راه داير لك جروب كتروجان ما كانش. حنا من 2015 وحنا نعانيو. ولا اليوم حبينا الدوله توقف معنا شويه، تجيب لنا على الاقل الكهرباء وتمول الناس هذو اللي راهم خاسرين دراهم. راك بعاد على بير حداك، بعاد بزاف. كيلو ونص. كيلو ونص. وكلف اموال، تيكلف اموال ضخمه. فعلا. 1 كيلومتر اي دمي، كون جيتو بعاد غير 81 كيلومتر. كون مليح. 1 كيلومتر. هاك شفت سليم حنا. صح، منطقه نقولوا ولات منطقه صناعيه، راهي راح تولي منطقه صناعيه. شوف يعني اللي عندها هنا في الربيع، هنا في الربيع وما كان والو. هاك تشوف كي تصورت تلقاها ما كان والو. انا في الربيع، بصح قعدت في الفلاحه، قاعد في الفلاحه بصح ما فيها والو. هاك تشوف هاك بيضه، بصح اليوم ما تجي تنتج. ماذا بينا احنا نخرجوا خبراء نشوفوا مع المسؤولين ينظروا فينا بعين الاعتبار، يعينونها خبراء يديروا التحاليل تاع هذه التربه الى راها فلاحيه. احنا نوليو نشوفوا منين نجيبوا الماء. صليوا استسقاء كل يوم بعد صلاه الفجر، صلي صلاه الاستسقاء كل يوم، غيثنا ربي، لان الماء في الباطن ما كانش. هاو الشيخ هاو انا كافح مسكين عنده 30 سنه هو هنا. الماء تحت كاين ولا ما كانش؟ كاين بصح هبط شوي. 220 تحت؟ من 250 وهبط حتى 300. تلقى الماء، انا عندي زوج فراجات.